الله يسلمك يا رب. شكرا. كلامي الحمد لله على سلامتها يا كابور. انا امبارح لما روحوني بسياره الشرطه، انا لساتني بسياره الشرطه وحاطين لي كلبشات بايدي بس، وبطلع هيك من السياره مصدومه ومبسوطه وضلت اضحك حتى صار الشرطي يطلع علي انه عن جد انا مروحه هسه. فلما وصلت على الشارع كانت لحظه كثير حلوه صراحه، يعني الحريه ما بتتقدر بثمن. تقلوا من الجيش، أنا في صف العاشر، يعني أخذونا قالوا لنا مطلوب لي سنتين ونص 18 شهر هذيش، يعني سنتين فوق السنتين هيدي شيء قالوا لنا مطلوب، وقال لي يعني ضلينا نستنى وقت ايش يصير معنا، وقت ايش ينزل الحكم، وقت ايش يشوف، وقت ايش نحكم، وقت ايش نروح. كنا نستنى في الفرج، ما كنا نحكم في فرج ربنا، وكنا نستنى وقت ايش نحكم، وقت ايش بده يصير معنا لقدام. ندري شو بده يصير مع الواحد، يعني سبحان الله روحنا في الصف واحنا نعرف شو بده يصير معنا.